أكد المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني مجدي البدوي على أهمية تقديم مشروع جديد لقانون العمل يتناسب مع حجم التطور الذي تشهده الدولة. أوضح أن الحكومة تدعم القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة. احنا اهم تحدي بيواجهنا النهارده هو مشروع قانون العمل. انت عارفه ان مشروع قانون العمل اتعمل في ظروف معينه، اللي هو كانت مثلا الحكومه هي اكبر صاحب عمل في مصر. الان الحكومه بتدعم القطاع الخاص، والقطاع الخاص هو هيبقى قاطره التنميه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي نظام او يعني فلسفة العمل نفسها اتغيرت، صاحب العمل اتغير، وبالتالي احنا محتاجين النهارده نعمل مشروع قانون جديد يبقى هذا القانون في علاقات عمل متغيرة تتناسب مع الواقع الجديد، فكله إجماع على مسألة لابد من إقرار قانون عمل جديد. ده بالإضافة كمان لأن احنا كمان في وظائف كثيرة ظهرت خلال المرحلة اللي جاية، أو هي وظائف المستقبل اللي لسه هتيجي، يمكن العمل عن بعد كان أحد هذه الركائز اللي موجودة، وبالتالي احنا محتاجين برضه نغير القانون عشان نعالج وضع هذه الوظائف الجديده ونشوف لها علاقات عمل، وازاي نحمي الناس، وازاي يعني نخلي الناس دي تقدر يبقى في حمايه اجتماعيه ليهم خلال المرحله الجايه وحمايه قانونيه.